عليكم ورحمة الله وبركاته. الأوقاف الكويتية تدعو لصلاة الغائب على أمير البلاد الراحل بعد صلاة المغرب. ناشدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية أئمة مساجد البلاد وعموم المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الغائب على فقيد الوطن سمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء في جميع المساجد. وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر: نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتغمد الفقيد أمير البلاد الراحل بواسع رحمته، وأن يوفق حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى.